بالنسبه للباقي ما عدا روما يوفي يوم الاحد القادم. صحيح. اليوفي ممكن ان يستعد احسن بكثير للدوري النهائي من الريال. انت مع الريال ولا مع اليوفي؟ هشام محايد. انت محايد انت محايد؟ نعم محايد. انا محايد. الله عمره ما كان محايد. يا راجل حرام عليك. محايد. شيبو محايد؟ لا. ده ناقص يلبس فانيلة برشلونة في السيرة التحليلية. لا لا. لا 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 محايد. أنت؟ طيب. أنت محايد؟ إيه. وين وصلنا؟ شو طلع؟ ها؟ شو طلع؟ مين؟ اليوفي. شيبو. اليوفي. في اليوفي. اليوفي ومدريد. ها؟ يشجع اليوفي. أنا أقول لك يشجع اليوفي. لا لا. ليش؟ يوسف. لا لا بالعكس. ليه؟ بالعكس. بحبش ريال مدريد. لا 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 لا. بالعكس بالعكس بالعكس. شو بالعكس؟ اللي يحب اللي يحب برشلونة يشجع كرة القدم الإسبانية. أنا بشجع كرة القدم الإسبانية. أنا أتشجع ريال مدريد. ها؟ أتشجع ريال. طبيعي شيء طبيعي. وأنت بتشجع مين؟ أنا ريال مدريد طبعا. وأنت النادي الوحيد. شو علاقتك بريال مدريد؟ أقول لك ليه؟ حتى لما لعبت في إسبانيا لعبت في سيلتا فيجو. شو جابك لريال مدريد؟ أنا تشجع مين؟ ما أعرفش. ريال زيزو. ها؟ لأنك بتحب زيدان. ممكن نفهم. بحب زيزو. ها؟ بحب. بص ريال مدريد النادي الوحيد اللي كان أمنية حياتي ألعب فيه. لما رحت ملعب البرنابيو يعني حسيت إن حسيت نواف بالعظمة. نواف محايد. أنا بعرف بالعظمة. نواف محايد. ها؟ نواف محايد. نواف؟ أكيد. أنا عارف نواف بيشجع مين. الهلال. بص مش لعيب جدا بص. الهلال. شكرا هشام. معروف باهر. شكرا هشام. لا بس انا عارف يشجع مين في برشلونه. عارف يشجع مين في اسبانيا.